بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 99. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، رمزت باسمها بالحروف سين فاء. أختنا لها قضية مطولة بعض الشيء، تقول فيها: إن والدتي وأخي الأكبر اشتركا في بناء بيت يتكون من 4 غرف ومطبخ ودائرة مياه، وبقيت أرض كبيرة، فباع أخي جزءا كبيرا من هذه الأرض دون علم والدتي، ويدعي أنه أكمل المطبخ وإحدى الغرف بقيمة الأرض التي باعها، وقد تقاسم البيت، فأخذت والدتي غرفتين وجزءا بسيطا من الأرض المتبقية، وأخي أخذ الغرفتين والمطبخ ودائرة المياه، ووالدتي قامت ببناء المطبخ ودائرة مياه الجزء البسيط الذي أخذت، وقامت والدتي بتزويج أخي الأوسط ودفعت له المهر ومصاريف الزواج، وذهب الزوجة وأسست له البيت، وبقي أنا وأختي وأخي أصغر، فكتبت والدتي البيت باسمنا الثلاثة، وتعلل ذلك التصرف بقولها: إن أخي الأكبر باع الأرض وأخذ نصيبه، وأخي الأوسط قامت بتزويجه دون أن يتكلف بأي شيء، وبقي نحن، قالت: نصيبكم اسمي من البيت، وإن والدتي مصرة على هذه القسمة، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا، وما جزاء ذلك؟ إن كان هذا لا يدين، أطال الله في عمركم وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الوالد يجب عليه الإنصاف في أولاده، فلا يعطي أحدا عطية إلا إذا أعطى الآخرين مثله، لأن أحد الصحابة أعطى بعض ولده عطية، فجاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. قال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا وإن كان الخطاب والدا في حق الأب، فإنه يشمل الأم، لأن الأم أيضا بحاجة إلى البر من أولادها، وأيضا هي والدة لهم، فتشملها الولادة، وعليها أن تعدل العطية بين أولادها، وأن لا تخصص بعضهم دون بعض. وإذا استدعى الأمر إلى نزاع أو إلى خصومة، فعليكم أن تراجعوا المحكمة، لكن هذا من باب النصيحة فقط. طيب. وأما فصل النزاع فهذا يكون عند المحكمة الشرعية. جزاكم الله خيرا. إذا كان على الوالدة أن تستثير طلبة العلم في هذا الموضوع وكيف تتصرف مع أبنائها في الصالة. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحمن زيد المحمد من الرياض. أخونا له قضية طويلة أيضا، يقول فيها: في عام من الأعوام قمت بتأدية فريضة الحج متمتعا بالعمرة، وأديت العمرة كاملة، ثم تحللت منها وأحرمت بالحج من مكة، وتوجهت إلى منى، وقمت بتأدية مناسك الحج كاملة من مبيت ووقوف بعرفة ورمي جمرات وحلق ونحوها، وكان برفقتي أحد طلاب العلم، فأرشدني إلى أن أقوم بتأدية طواف الإفاضة في اليوم الثاني بعد العيد، لكي يكون طواف إفاضة وطواف وداع في آن واحد. وفعلا توجهت إلى مكة في اليوم الثاني وأديت الطواف، وانصرفنا من مكة راجعين إلى بلدنا. وبعد فترة
من الزمن جاء أنيته، هل أديت السعي أم لا؟ سؤالي، هل حج كاملا في حالة هذا الشخص؟ وهل هو كامل إذا لم أقم بتأدية السعي؟ وماذا يلزمني لكي يكون حجي كاملا؟ هل أعيد الحج أم كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. أما ما أشرت إليه من أن طواف الإفاضة يجزي عن طواف الوداع فهذا صحيح، طواف الإفاضة يجزي عن طواف الوداع بشرط أن يكون آخر شيء من أعمالك بحيث تسافر بعده، لأنه يصدق عليك أنه آخر أهلك في البيت. فإذا أخرت طواف الإفاضة وطفته عند السفر بنية الإفاضة فإنه يغني عن الوداع. أما ما ذكرت من الشك في السعي فهذا إذا كان يغلب على ظنك أنك لم تسعى فإنه يجب عليك الرجوع إلى مكة والإتمام بالسعي عن هذا الحج الماضي. وإذا حصل منك سماع لزوجتك في هذه الفترة فإنه يجب عليك أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء هناك مع أدائك السعي. أما إذا كان هذا الذي عرض لك مجرد وسواس أو تشكك فلا تنتهك إليه، لأن الشك بعد العبادة أو بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر إلا إذا بلغ مبلغ غلبة الظن. لا جزاكم الله خيرا. إذا السعي لا يجزئ عنه فدية ولا سلطة صالحة. لا، السعي ركن من أركان الحج لا بد منه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات وقعت في نهاية رسالتها بقولها أختكم من القصيم. تقول شيخ صالح، أنا إحدى الأخوات المقيمات في المملكة ولدي أطفال وأحتاج إلى والدتي وهي مقيمة بطبيعة الحال خارج المملكة، إلا أنني إذا احتجت إليها لا تجد من يرافقها حتى تصل إلي. هل لها أن تسافر بدون محرم حتى تعينني في أمري الذي أحتاجها فيه؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. قوله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين، يعني للراحلة، إلا ومعها ذو محرم. ومسافة اليومين للراحلة تقابل 80 كيلو تقريبا، فلا يجوز للمرأة أن تسافر هذه المسافة فأكثر إلا ومعها ذو محرم من أقاربها الذين تحرم عليهم أو من أصحابها الذين تحرم عليهم. المهم أن يكون معها من تحرم عليه بنسب أو بسبب مباح كالرضاع، ويكون هذا المحرم بالغا لا يكون صغيرا. فما ذكرته السائلة من حاجتها إلى صدوم والدتها، لا بد من المحرم الذي يرافق والدتها. اللهم فعن جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول خاعين زيد أخونا له سؤال يقول فيه: دخلت في الصلاة والإمام راكع، فكبرت تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع دون أن أقرأ دعاء الاستفتاح، خشية أن يرفع من الركوع وخشية أن تفوتني الركعة، فهل تغني تكبيرة واحدة والحال ما ذكر أم لا بد من تكبيرتين؟ جزاكم الله خيرا. من جاء والإمام في الركوع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قبل أن ينحني، لأن تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون في حالة الوقوف، ثم ينحني للركوع إن شاء بتكبير آخر فهو سنة، وإن شاء أن يقتصر بتكبيرة الإحرام فلا بأس. تكبيرة الركوع في هذه الحالة ليست واجبة بل هي سنة، أما تكبيرة الركوع في غير هذه الحالة فإنها من واجبات الصلاة. وأما الاستفتاح فليس له محل هنا، مع أن الاستفتاح سنة، الاستفتاح سنة وليس له محل هنا، لأنه لا يمكنه أن يؤدي الافتتاح ويدرك الركوع، بل إن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الحالة، وهي ركن من أركان الصلاة. حتى عند من يقول بوجوبها على المأموم غالبهم يستثني هذه الحالة ويقول تسقط عنه قراءة الفاتحة لأجل إدراك الركوع. جزاكم الله خيرا. إذا أدركت الركعة الثانية في صلاة الظهر أو أدركت الركعة الأخيرة فسوف يكون بالنسبة لي ثلاث تشهدات، فماذا أقرأ في التشهد بالنسبة للأول والثاني والثالث؟ وفي أي تشهد أقتصر على التحيات فقط دون الصلوات الإبراهيمية؟ جزاكم الله خيرا. أما التشهد الذي أدركه مع الإمام فهذا من أجل المتابعة فقط، فيكون من أجل المتابعة فقط. إلا إذا أدركت مع الإمام ركعتين، إذا أدركت مع الإمام ركعتين وجلس هو للتشهد الأخير فإنك تعتبر هذا بالنسبة لك هو التشهد الأول، كرر فيه قراءة التحيات، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بما فاتك وتجلس للتشهد الأخير، فيكون ما
أعطيته مع الإيمان في هذه الحالة هو التشهد الأول بالنسبة لك، لأنك أدركت معه ركعتين. أما إذا لم تدرك معه إلا ركعة فإنك تجلس بعدها مع الإمام من باب المتابعة، ولا تعتبر هذا الجلوس شيئا. فإذا أتيت بالركعة الثانية بعد سلام الإمام فإنك تجلس بالتشهد الأول ثم تقوم وتأتي ببقية صلاتك ثم تجلس بالتشهد الأخير الذي تسلم بعده. جزاكم الله خيرا. ذلكم التشهد الأول الذي جلس فيه مع الإمام من أجل المتابعة، ماذا يقول أثناء جلوسه في الصلاة؟ يقرأ التحيات. يقرأ التحيات ويكررها حتى يسلم الإمام. جزاكم الله خيرا. إذا يقرأ في التشهد الأول في الجلسة الأولى والجلسة الثانية يقرأ التشهد الأول، يقرأ في التشهد الذي من أجل المتابعة. التشهد الأول الذي من أجل المتابعة فقط يقرأ فيه التشهد الأول يكرر. وكذلك التشهد الذي الأول الذي يعتبر له إذا أدرك المسلمين، إذا أدرك مع الإمام ركعتين يقرأ فيه التشهد الأول أيضا. بارك الله فيك. أما الثالث فهو كالمعتاد. جزاكم الله خيرا. هل الدعاء في يوم الجمعة عند تحري ساعة الاستجابة يكون بصلاة أم بدعاء فقط؟ إذا كان بعد صلاة العصر فإنه لا يكون بصلاة، لأنه قد ينهي عن الصلاة بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ولكن يدعو. وأرجح الأقوال كما ذهب إليه الإمام أحمد أن هذه الساعة آخر ساعة من يوم الجمعة، ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي أن المراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن الدعاء يسمى صلاة. قال تعالى: وصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فيدعو لهم. المراد بالصلاة هنا الدعاء. جزاكم الله خيرا. وهو قائم يصلي، هل المقصود القيام في حد ذاته أو لو كان حتى جالسا؟ ولو كان جالسا وإن دعا القيام فلا بأس، هذا أحسن. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وبعض العلماء يرى أن هذا الشيء يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، هذا بالنسبة لساعة الاستجابة. بعض العلماء يرى أن هذا الشيء يجلس الإمام على المنبر حتى تفرغ صلاة الجمعة، ولكن الراجح أن هذا بعد العصر آخر اليوم. ولا مانع والله أعلم أن يكون كل من الوقتين ساعة إجابة. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت من أحد الأخوة المستمعين، يقول: صديق البرنامج ألف باء ألف مقيم في الرياض، أخونا يقول: إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بالصلاة فهل هذه تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث؟ إذا قال أنت طالق بالصلاة هذا محل خلاف بين أهل العلم، إذا جمع الصلاة بكلمة واحدة هذا محل خلاف بين أهل العلم. الذي عليه الجمهور أنه يعتبر ثلاثا، هو الذي أمضاه عمر رضي الله تعالى عنه، وكان هذا بمحضر المهاجرين والأنصار. الذي أمضاه عمر أنه كان ثلاثا، أن ثلاث بكلمة واحدة يقع ثلاثا، وهو قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض المحققين من العلماء إلى أن الثلاث بلفظ واحد يكون طلقة واحدة، قوله تعالى: الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له. فجعل الله سبحانه وتعالى الطلاق مفرقا ولم يجعله مجموعا، وذلك رحمة بالأمة من أجل أن يتروى وربما يندم، يكون أمامه فرصة للمراجعة. أما إذا جمع بكلمة واحدة فقد أحرج نفسه ووقع في الإثم. الجمهور على أنه يقع ثلاثا، وجماعة من المحققين يرون أنه يقع واحدة، لأن هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبي بكر الصديق كان الطلاق كان الثلاث واحدة كما جاء في الحديث. والمسألة فيها خلاف قوي، ولكن الجمهور على أنه يقع ثلاثا. جزاكم الله خيرا. والمسألة شائكة جدا، المسألة شائكة جدا. جزاكم الله خيرا. الأحوط للمسلم في الصلاة، الأحوط للمسلم أن يعتبره ثلاث. هل الحلف بالطلاق يجوز وهل يعتبر شرك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله. لا شك أنه أن الحلف يكون بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله، لا يحلف بالأمانة، ولا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحلف بغير الله عز وجل. أما قضية الطلاق، الحلف بالطلاق، المراد بالحلف بالطلاق استعمال الطلاق محل اليمين، لأن يعلق الطلاق على شيء يقصد الحث عليه أو المنع منه أو التفريق أو التكليف، هذا وجه تسميته حلفا، وليس هو بالحلف الذي يكون شركا بالله عز وجل، وإنما هو طلاق معلق يقصد بتعليقه ما يقصد بالطلاق.
اليمين، فلذلك سمي يمينا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال مكوّف كالصالح يقول فيه: إذا كنت في سفر يوما كاملا ولظروف ما لم أجد الماء ولم أتمكن من النزول من السيارة وكانت ملابسي غير نظيفة وغير طاهرة، وعندما وصلت المكان الذي أقصده اغتسلت وصليت جميع الأوقات، وبعد ذلك اتضح لي أنني لم أصلي إلى اتجاه القبلة، فماذا أفعل؟ مأجورين، جزاكم الله خيرا. إذا كنت في سفر يوما كاملا ولظروف ما لم أجد الماء ولم أتمكن من النزول من السيارة وكانت ملابسي غير نظيفة وبها نجاسة، وعندما وصلت المكان الذي أقصده اغتسلت وصليت جميع الأوقات، وبعد ذلك اتضح لي أنني لم أصلي إلى اتجاه القبلة، فماذا أفعل؟ مأجورين، جزاكم الله خيرا. أخطأت في تأخير الصلاة كل يوم، لأن الصلاة لا يجوز إخراجها عن وقتها، بل تصلى في وقتها بحسب الحال. إن كان عندك ماء فإنك تتوضأ، وإن لم يكن عندك ماء فإنك تتيمم. قوله تعالى: ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والنزول من السيارة ممكن، لكن لو قدر أنك لا تستطيع النزول لأمر يمنع من ذلك حقيقة، فإنك تصلي وأنت في السيارة، وإن لم تستطع الاتجاه إلى القبلة ولا النزول من السيارة فإنك تصلي على حسب حالك ولو إلى غير القبلة، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان يمكنك أن تتجه إلى القبلة فإنك تتجه إلى القبلة وتقوم بالتيمم كما ذكرنا، وإذا لم تستطع التيمم فإنك تصلي بدون وضوء وبدون تيمم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما الثياب التي فيها نجاسة، إذا كان يمكنك أن تخلعها وأن تلبس ثوبا طاهرا فإنه يجب عليك ذلك، وإذا لم يكن عندك غيرها فإنك تصلي فيها ولو كان فيها نجاسة، وصلاتك صحيحة. أيضا لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا لم يكن عندك إلا ثوب نجس ولا يمكن أن تغسله فإنك تصلي فيه ولو كان فيه نجاسة، لأن هذا منتهى استطاعتك. الحاصل أنه لا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها، اللهم إلا إذا كانت هذه الصلاة مما يجوز جمعها مع التي بعدها جمع تأخير، صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، وأنت تطمع أن تصل إلى الماء أو إلى المكان قبل خروج وقت الثانية، فإنك تؤخر الأولى وتصليها مع الثانية ولو في آخر وقت الثانية جمع تأخير. أما إذا كان الأمر ليس كذلك لأنه سيستمر السير والسفر إلى خروج وقت الثانية، فإنك تصلي ولا تخرج الصلاة عن وقتها على حسب حالك كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. وأما صلاتك إلى غير القبلة حين وصلت فهذا لا يعطيك من استكمال القبلة، لأنك وصلت إلى بلد وبإمكانك أن تعرف القبلة بسؤال الناس أو بالنظر في محاريب، فإذا كان صلاتك في مكان يمكنك أن تعرف القبلة فيه لو سألت لو بحثت فإنك تعيد الصلاة. أما إذا كانت صلاتك في مكان لا يمكنك أن تعرف القبلة وأبديت اجتهادا فإن صلاتك صحيحة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولو تبين أنك صليت إلى غير القبلة ما دمت لم تفرط في البحث والاجتهاد في معرفة القبلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا الصلاة لا تسقط بحال، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحضوركم.